مرة تانية بنات في نفس اليوم اللي عملت لكم الفيتامينات، لأن ما كانش عندي وقت. حوريكم الكريمات للتجاعيد ولا الوجه وكذا، وعندي نصائح كمان نعطيها لكم. يلا بقوا معي. غنبلش لكم بالفيتامين سي بنات. الفيتامين سي ضروري اي وحده تستعمل، ضروري اي وحده تستعمل الفيتامين سي. هو أنتي أكسيدون طبعا، فيه أسكوربيل غلوكوسيد ياليرون أسيد، هذا رائع لفيتامين سي بنات. طبعا فيغان، 100% فيغان. بتحطوا 3-4 نقط وبتستعملوا على الوجه طبعا يوميا الصبح، بيكون الوجه منظف وناشف. بتتحط على الوجه 3-4 نقط، على الجزيشت، على الهولس يعني الرقبة، وعلى الديكولتي اوف تراغن. وبعدين لما تخلصي بينشف هذا، بتحطي كريم اليومي، وطبعا من غير ما اقول لكم واقي الشمس، لانه لو تستعملوا فيتامين سي وتحطوا بس كريم مرطب تخرجوا حتدمروا وشكم. فيتامين سي او الريتينول كمان حوريه لكم، واقي الشمس. لو ما حتستعملوا واقي الشمس يا بنات، انا ماليش دعوة، حتدمروا وشكم. في فيتامين سي سيروم على هالشكل، وفي كمان كريم، بس انا بيعجبني السيروم احسن شيء للوجه كيف قلت لكم. اذا بدكم فيديو خاص على هالاشياء قولوا لي، هو مكتوب بالفرنسي ماتان اسوار، مش سوار. انا بحطه الصبح، الفيتامين سي لازم يتحط الصبح مش بالليل. الليل في حاجه تانية بتتحط. 8 و17 و95 في البديل ليه ارخص، حوريهم لكم من بالية عشان تبلشوا تبتدوا روتيناتكم. مثلا ما ادراك ما الريتينول، هذا الريتينول او الفيتامين او، هذا رائع لجميع انواع مشاكل البشره، للتجاعيد، للحبوب اللي في الوش، للتصبغات طبعا مع المداومه. ما تحطي يوم ثلاث ايام اربع ايام تقولي لا ما عملنيش ولا شيء، ضروري. مثلا لو انت بتروحي عند الدكتور وتاخدي دواء ما بيعمل مفعول فورا، تستني عليه لغايه ما ياخذ الجسم عليه. المهم هذا بيور ريتينول، هذا ما بيلبق لكل انواع البشره، يعني في البشره الحساسه يعني لازم تاخذوه وتعملوا تحطوا على الطرف، على هون مثلا، على الوش بتاعكم شويه، على مثلا هذا الوصف الوجه تعملوا دواء. ما عملكم حساسيه استعملوه، لو حسيتوا به حرق او شيء لا تستعملوه. المفروض هذا استعمل، مش المفروض، هذا ضروري استعمل كل بالليل مش بالنهار، وطبعا مع واقي الشمس بالنهار من الضروري. هذا تغسلي وجهك، تغسلي وجهك بالليل وتنظفيه وتنشفيه، تحطي الريتينول بتاعك، وبعدين تحطي كريم ليلي وتنامي، ومع المدة حتشوفي بشرتك كيف حتصير. هذا ثمنه 17.95 وعندي البديل أرخص طبعا. بنات البديل الأرخص ما لقيته، عندكم كبسولات الفيتامين سي أورو 15 بيجي على هالشكل. طبعا مش هذا، هذا حاجة تانية، هذا الكيديس، بس فيتامين سي أورو 15 بيجي على نفس على كبسولات ورخيص، تبلشوا به هو الأول. والريتينول كمان بيجي على شكل كبسولات، ما لقيته هون مش موجود، يعني خلصوه الناس. بيجي كمان على شكل كبسولات اللي قلت لكم البديل الارخص، هو تبلشوا به وتستعملوه كل يوم مع واقي الشمس. طبعا هون ما لقيته لان الناس طبعا خلصوه، ما فيش. في كمان ماسكات من الريتينول، هذا ماسك من الريتينول. طبعا الريتينول كيف قلت لكم هو الفيتامين او، هذا رائع 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 جدا. فيكم تجربوا كمان الماسك على الشكل هذا، ب 40 سنتيم للماسك، 95% تستوى على ناس او على شيء. وفي كمان ماسك من فيتامين سي، نو هذا سوغا سكراب، هذا تقشير لجميع انواع البشره، فيه الفيتامين سي بنات. يعني الفيتامين سي طبعا بيخلي بشرة ناعمة وبيخليها ما فيهاش لا تصبغات ولا شيء. لو تستعملوا هذا الصبح والريتينول بالليل، وافتكروني بعد شهر او بعد شهرين وقولوا لي الله يرحمك الوالدين.
هذا 95 سنتيم، هذا مقشر، هذا شوغر سكوب مقشر للأخص بنات عشان تجربوا. هذا ماسك من بالية طبعا، من البحر الميت، هذا يعني الناس الكبار في السن ممكن أي واحد كل واحد يستعمل، مش مشكلة. في الزنك هذا ثمنه 40 سنتيم يا بلاش. في كمان هذا كمان من بالي بنات ماسك، هذا للبشرة الجستريس يعني هيك معصبة وتعبانة وهيك. هذا فيه منش، فيه يعني شو اسمه الحليب، وفيه العسل. هذا ماسك، هذا فيه اثنين اصلا، بتقصي من هون وبتستعملي الاول وخلاص بتخليه، يعني ما قلت لكمش كان يتخلى، ممكن تخليه بتستعمليه مره الى مرتين في الاسبوع. هذا بتخليه من 10، كله هذا بتخليه من 10 ل 15 دقيقه. هذا بنات. وفي عندنا كمان واحد، هذا ماسك لجميع انواع البشره، هذا من الالوفيرا، او الالوفيرا ماسك من الالوفيرا، في 70% من الالوفيرا لجميع انواع البشره، كمان 10 الى 15 دقيقه، وبتشيله وبيستعمل مره الى مرتين بالاسبوع. هي اليوغون كومبلكس لجميع انواع البشره، كمان هذا في اثنين، وكمان نفس الشيء من غير ما نعاود نقول لكم، كمان مره الى مرتين بالاسبوع، من 10 الى 15 دقيقه، وبيتشال. هذا بيرتب البشره، لو فيها جفاف بيشيله، طبعا مع الاستعمال ومع المداومه بنات. في كمان ماسكات من الطين بنات، هذا انتي ستريس ماسك، يعني البشره المستريس يعني مسكينه حرام. هذا فيجان، طين طبيعي، بيقالوك بنوتراليزيت ستريس فاكتور، فاكتور دو ستريس كيشيله. هذا كيف الاستعمال بنات، كمان من 10 الى 15 دقيقة بتخليه على الجسم. هذا على شكل طين بنات، وفيه اثنين، هادو باش بيعجبوني في الدي ام، لان ما بي اذا ما بدك تشتري حاجة كبيرة عندك، تشتري حاجة صغيرة وتستعملها وتشوفي. هذا ضد الستريس، هذا اللي عنده حبوب في الوجه بنات 75 سنتيم. هذا بالنسبه اللي عنده حبوب في الوجه، هذا فيه الجوجوبا، زيت الجوجوبا، وفيه الطين، بينظف المسامات بعمق، بيخلي لك بشرتك صافيه. فيجان طبعا بنات، هذا كمان 10 ل 15 دقيقه وتغسليه. عندنا كمان لترطيب تحت العين بنات، اهو زيجود. هذا بيجي على شكل جيل، قالك بيعطيك لغاية 149% من الترطيب، يا سلام، وبيعطيك برودة تحت العين. هذا من الأفضل، الواحد قبل ما تستعملوه بنات حطوه بالبراد وبعدين تستعملوه. هذا كمان من 10 ل 15 دقيقة وبتشيل، طبعا بيكون تحت العين منظف وجاهز للاستعمال، 95 سنتيم بنات. كمان انا هاخد وهجرب واقول لكم. هذا من الورد بنات، هو كمان تحت العين نفس الشيء بنات، هذا قال لك بيعطيك 200% من الترطيب، وبيشيل لغايه 35% من التجاعيد يا بلاش، و95 لغلى على مسكين، يعني اللي ما بدهاش تعتني بحالها. يلا في كمان بنات، هذا من يا سلام، انا هذا عجبني تاع الذهب. يلا يا بنات، بنات هذا الجولدن جلو او جيل باد، جيل باد زي جود، قال لك بيشيل هاي السواد اللي تحت العين، اللي بيكون سواد وتورم تحت العين، وبيرطب. رقم واحد، بصوا بنات نمر أنز، رقم واحد 95 سنتيم. أنا هاخد هادو ثلاثة،
انا ما عنديش تورم تحت العين وما عنديش صراحه، بس هات للترطيب يلا ندلع حالنا ولو هذا بنات الكيديس او الكو سين، كمان حاطين عليه تيست زي جود يعني كتير مزيان مزيان. بيعطي ليفتينج للحوالين الفم والأوبن يعني العين، بينقص من التجاعيد. طبعا هذا مع الاستعمال، ده مش مرة واحدة حتستعمليه حينقص لك. هذا لجميع أنواع البشرة بنات. شو قالوا عليه كمان؟ هذا بنات بتحطيه 10 دقائق وتخلي الماسك 10 دقائق في 0%، ما فيهوش ميكرو بلاستيك، فيجان، ما فيش بلاستيك، بيحافظ على البيئة ولا ما عرفتش الكلمة. المهم هذا بنات 50 سنتي، يا بلاش 50 سنتي بنات. وصفه في كتير 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 ماسكات، في كتير حاجات، في كتير 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 أشياء لازم نحط لو واحدة قالت لي كتير بنات بيعجبهم النوع من الماسكات. في كمان ماسكات من تحت من بلية 95 سنتيم، في كتير أشياء بنات، في كتير أشياء لازم بس الوقت، لأن لو طولت عليكم حيجي الفيديو طويل وممل. من حاجة أخيرة حوريها لكم بسرعة بنات لأنها من أروع ما جربت، وخلص الفيديو هنا. الحاجة الأخيرة اللي قلت لكم عليها بنات، هذه ما لهاش دعوة بالكريمات الوش ولا شيء، ووركينج هاند. لو زوجك بيشتغل برا وإيده مسكين حرام، ولا حتى أنت مثلا من الطبخ ومن من البرد ومن هيك، هذه بنات على ضمانتي انتونسيف فليك، هذه بترجع حتى الصورة. شو بصوا الصورة كيف حاطينا الإيد هون مسكينة حرام، وهناك فرجت. هذا كتير 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 حلو بنات للإيد اللي مدمرة، يعني هاي كافي إكستير إكستريم تروكنا، يعني الإيد اللي ناشفة كتير. سوان انتنسيف دي مان تخي سيش إيجيرسي، اللي بيكون فيهم هيك مثل مش تقرحات بس مضروبين مساك، هذا كتير رائع. في اللي منه هيك بنات، وفيه نفس الشيء، وفي اللي هيك 6 أورو و95 يا بلاش بالنسبة للآية دي. هذا في حقيقة رائع، في كتير منهم بس هذا روعة روعة روعة. هذه آخر حاجة بنات، يا ربي أتمنى الفيديو يلقاكم بألف خير وصحة جيدة، وإلى اللقاء ويومكم سعيد.